بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب فيكم في المؤتمر الصحفي الذي نعقده اليوم الخميس 25 يونيو 2020، حيث انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي يعقد جلساته بشكل دائم ومتواصل برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وتقييم جهود مختلف الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويشاركنا اليوم في المؤتمر الصحفي معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل ديوان الخدمة المدنية سعادة الأخ بدر الحمد. والبداية ستكون بعرض قرارات مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً، تكليف معالي الوزراء كل في مجاله اختصاصه بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020. ثانياً، بناء على قرار وزير الصحة يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاً اليوم التالي، وتقيد حركة المرور بها تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية. ثالثاً، تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تم عزلها في كل من جليب الشيوخ، المهبولة، الفروانية، واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل، وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. رابعاً، انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وفق الاشتراطات المحددة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية. خامساً، وحرصاً على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى، فقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين للجهات الحكومية المعنية لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وأثاره. وقد حث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع، مؤكداً على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية للمرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الإصابات بالوباء، بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية. سادساً، وفي ضوء اهتمام مجلس الوزراء بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة كورونا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة. وإذا تسمحوا لي الزملاء الآن يشاركنا معالي الدكتور باسل الصباح في كلمته. تفضل معاليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، يسعدني اليوم أن يكون معكم للتحدث عن الإجراءات اللي راح نطبقها إن شاء الله خلال الفترة القادمة في تعاملنا مع جائحة كورونا المستجد COVID-19. خلوني في البداية أتوجه يعني أنا معاكم بجزيل الشكر لإخواننا وأخواتنا في الصفوف الأولى، أصحاب العطاء المتنامي والتحدي اللامتناهي، فجزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم وفي جهودهم وحفظهم الله من كل شر. اليوم راح نتكلم عن مرحلة الأسبوع الماضي واللي كان كمرحلة تقييم قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية. وفترة الأسبوع كانت بمثابة مرحلة لمزيد من المتابعة والرصد لنتائج وفعالية الإجراءات المتبعة، وبحمد الله اليوم نقدر نقول بتفاؤل حذر أننا نستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية. إذا نبدأ بالعرض وراح نشوف المقاييس والمعايير نذكركم فيها، الخمس معايير اللي تخولنا إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. المرحلة الثانية كانت يعني ستبدأ ب 30 يونيو 2020. طبعا أحد هذه المعايير وانتظام المعايير بفترة الثلاث أسابيع الماضية، منها في الرسم البياني نشوف فترة زيادة شغل أسرة في جميع مستشفيات الكويت، وأيضا العناية المركزة في سواء مستشفيات القائمة أو المستشفيات الميدانية، واللي كان نسبة الإشغال تصل إلى 85% بالمتوسط المستشفيات في فترة العشر الأواخر وفي عيد الفطر، وبعد إجراءات الحظر الكلي انخفضت هذه النسب الإشغال مثل ما أنتم شايفين بالرسم البياني. من 1 يونيو بدأ الانخفاض واضح يكون، والآن استقر على نسبة إشغال للعناية المركزة بنسبة 40%، ونسبة إشغال أسرة المستشفيات بنسبة 30%. طبعا المرحلة الثانية راح تكون هذه المرحلة تتقيم خلال الثلاث أسابيع طبعا للرصد والمتابعة، وعلى أثرها سيتم الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا، أو لا سمح الله العودة إلى مرحلة أكثر تشددا، أو الاستمرار لفترة أطول في نفس المرحلة لإعادة التقييم المرحلة الثانية. طبعا راح يعني يتغير الحظر الجزئي، ساعات الحظر الجزئي يصير من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يونيو، وأيضا راح يستمر العزل المناطقي في منطقة الفروانية ومنطقة المهبولة وجليب للشيوخ. طبعا الأنشطة اللي راح يتم عودتها في هذه المرحلة هي يعني عودة نشاط العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأقل من 30% من الطاقة، وأيضا نشاط المالي والمصرفي بشكل كامل، نشاط الإنشاءات والبناء، وأيضا المجمعات التجارية بفترة من 10 صباحا وحتى 6 مساء، وأيضا محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي عن طريق استلام الطلبات دون الجلوس في تلك المطاعم وحسب الاشتراطات الصحية بعدم تجاوز 5 زبائن في أي وقت داخل المطعم، وأيضا نشاط الحدائق والمنتزهات العامة. طبعا أرد مرة ثانية يعني إخواني وأخواتي لازم نعرف شغلة مهمة جدا، وهي أن تخفيف القيود في هذه المرحلة يعني وفق المنطق زيادة المسؤولية على المواطن والمقيم، ولأن بزيادة الانفتاح تقل أو تزيد تخفيف القيود، مما يزيد عليكم إخواني وأخواتي أهمية الرقابة الذاتية والشعور بالمسؤولية وتحمل الالتزام بالاشتراطات الصحية حرصا على المصلحة العامة وليس خوفا
من عقوبة أو يعني هربا منها. فبتخفيف القيود تذهب عين القانون تدريجيا، وتكون حاضرة عين المواطنة الصالحة وحب الكويت والحرص على صحة أهلها والحفاظ عليها سليمة من كل شر. لذلك أرد وأكرر وأعيد إخواني وأخواتي بأن شعارنا لكل مراحل العودة للحياة الطبيعية هي التعاون التعاون التعاون، التفاؤل ودون تهاون، مع الضرورة الالتزام بالإشراطات الصحية اللي دائما نحب نذكركم فيها، بالتباعد الجسدي بمسافة مترين، تغطية الفم والأنف بالكمام أو بأي قطعة قماشية، الحفاظ على نظافة اليد، أيضا الحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا عدم الخروج إلا للضرورة. وهني صحيح أن احنا رجعنا لكثير من النشاطات، ولكن هذا لا يعني الخروج والتهاون بهذا الوباء، ولكن الخروج لقضاء حاجاتنا وللضرورة فقط. والله يحفظ الجميع ويرفع عن البشرية هذا الوباء، ومشكورين ويعطيكم العافية. شكرا عليك. تفضل معانا الأخ بدر الحمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير. بعد إقرار مجلس الوزراء اليوم بعودة العمل بالجهات الحكومية يوم الثلاثاء إن شاء الله بتاريخ 30/6/2020 وفقا يعني للاشتراطات والدليل الإرشادي الخاص بالعاملين في الجهات الحكومية، والذي تم تعميمه بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية 13/2020، وأيضا الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الدليل، والذي أيضا تم تعميمه بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14/2020. أود أن أوجه كافة إخواني القياديين والإشرافيين بالجهات الحكومية وأيضا إخواني المراجعين بالالتزام بما جاء بالدليل الإرشادي من إجراءات إدارية كانت أو صحية، خصوصا ما جاء بنسبة العاملين وهي 30% فأقل داخل المبنى. طبعا فيما عدا وزارة الصحة كونها لها طبيعة عمل خاصة، وفي ظل ظروف هذه الاستثنائية الحالية تتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام العاملين فيها. أود أن يعني على عجالة أن أذكر بعض الاشتراطات الصحية والالتزامات التي يجب أن تلتزم فيها الجهات الحكومية في حدود المتاح: الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي، الحد من استخدام المراسلين داخل الجهة بين الجهات أو بين الجهات، والاستعاضة عن نظام الاتصال والتواصل اللي هو نظام الجي تو جي government to government، تنفيذ أعمال التعقيم دورية، إعلان الموظفين بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الجهات الصحية كانت أو الجهات الإدارية بالاشتراطات، الحد من تنقل الموظفين بين الإدارات والمكاتب، وتحديد حد أقصى لمستخدمي المصاعد في الوقت بما يضمن التباعد الجسدي، تعليق العمل بمطاعم وتقديم الوجبات والمشروبات داخل الجهة، منع التجمعات بكل أشكالها في غرف الاستراحة أو التدخين أو دور العبادة، إعادة توزيع مواقع مكاتب الموظفين بما يضمن التباعد بالحد الذي يمنع نقل العدوى وفقا للاشتراطات التباعد، وهي ألا تقل المسافة بين العاملين عن مترين، توفير لوحات إرشادية للتباعد وملصقات، تجهيز صالات استقبال المراجعين والمتعاملين مع الجهة
بعازل بين الموظف والمراجع يمنع العدوى. شاكر لكم استماعكم، وهذا موجز صغير عن هذا الأمر. شكرا. احنا جاهزين الزملاء، انا مع اخونا زميلنا الاخ بدر الحمد في اخذ اي اسئلة، ويا ريت تسمحوا لي استاذنكم نبدا مع الزملاء اللي كانوا في اخر مؤتمر صحفي ما حصل لهم الفرصة، فنبدا مع الزملاء. تفضل، من عنده سؤال؟ تفضل اخوي جريدة الوسط. سؤال موجه للأخ الحمد. سمو رئيس مجلس الوزراء صرح قبل 3 أسابيع بأن أخذ الضوء الأخضر من سمو الأمير حفظ الله بالبدء في تعديل التركيبة السكانية، وعلى الوزارات أن تبدأ في تخفيف العمالة الوافدة. هل ديوان الخدمة المدنية أعد خطة على هذا النحو؟ شكرا على هذا السؤال. طبعا لا يخفى عليكم أن هناك قرار لمجلس الخدمة المدنية رقم 7/3/2017 فيما يتعلق في سياسة الإحلال، وهو قرار ممتد إلى 5 سنوات، مرت سنتان، إحنا الآن في السنة الثالثة. طبعاً هو مرتبط في الميزانية، جاري إحلال الكويتيون مكان إخواننا الوافدون وفقاً للنسب المعتمدة في قرار مجلس الخدمة المدنية، وقد توصل إلى نسب 100% في كثير من المجموعات الوظيفية، ومستمرين إن شاء الله في تطبيق سياسة الإحلال. ناخذ سؤال ثاني. تفضل قناة المجلس. يعطيك العافية أستاذ طارق. أستاذ طارق، نبي نتكلم هل يمكن أننا نتصور تسريع الانتقال إلى المراحل بالنظر إلى ما يجري في العالم وفي المنطقة؟ لا أبدا، يعني الأمر خاص في دولة الكويت، خاص في إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، السلطات الصحية، الفريق الصحي يطلع على الأرقام الموجودة في دولة الكويت. احنا مثل ما تكلمنا سابقا وأعلننا عنها سابقا، هناك 5 معايير هي من تحدد الانتقال إلى المراحل، من مرحلة إلى مرحلة، والمرحلة إلى مرحلة هي لا يوجد لها تاريخ محدد، هي عادة تقييم مثل ما أنت شفت في المرحلة السابقة الأسبوع الماضي، تم تأجيلها أسبوع وتم قراءة هذه الأرقام بتمعن من قبل الفرق الصحية، رفعت القرار إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وافق على الانتقال إلى المرحلة الثانية. هذا لا يعني أن الانتقال سوف يكون بين فترة وفترة بالتدرج كما هو نرى، إلا عن طريق تقارير الفرق الصحية. ونؤكد ونقول أن الآن ليس الوضع طبيعي كما هو سابقا، أن الآن هو الوضع، الوباء ما زال موجود، الوباء ما زال منتشر، الوباء ما زالت تعاني منها دول في تصاعد. الرقم الآن أعتقد عالميا وصل تعدى 9 مليون، عدد الوفيات وصل لها تقريبا 500,000، فلذلك الوباء ما زال موجود. ولكن هذا لا يعني في ارتباطات في أي شيء آخر، إنما هي أرقام داخل في دولة الكويت باطلاع الجهات الصحية. ناخذ سؤال آخر. جريدة الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو فواز، سؤالي إلى وكيل ديوان الخدمة المدنية، لا زال قطاع كبير من موظفين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات ندبهم حتى الآن دون رواتب، ماذا فعل ديوان الخدمة بشأن هذه الحالات المتضررة من الأزمة؟ شكرا بوضع. شكرا. طبعا فيما يتعلق في المسمى بكويتيون بلا رواتب، طبعا ديوان الخدمة المدنية تم تنسيق مع الإخوان في أو اللي ماسكين هذا الكيان أو المطالبات،
جلسنا معهم للأمانة، واتضح أن كل ما يتعلق في هذه المطالبات لا تدخل من ضمن طبيعة عمل ديوان الخدمة المدنية، إلا أن بفضل الله تم التواصل مع كثير من الأخوان، إن كانوا وزارة الشؤون أو كانت القوى العاملة. نعم، في القوى العاملة كانوا يوقفون الميزة الخاصة في أعتقد 200 دينار مالت الطلبة بعد الترشيح، إلا أن تم الاتفاق أن لا يتم وقف هذه الميزة إلا بعد صدور قرار التعيين، وتم التنسيق والربط الآلي ما بين ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة وهيئة القوى العاملة، وبالفعل صدر تعميم بهذا الأمر وتم الصرف بأثر رجعي. الأخوان في وزارة الشؤون عندهم في كثير من المساعدات، تم التواصل معهم. للأمانة لم يتم وقف أي مستحق للمساعدات، والأخوان متعاونين. هناك بعض الفئات الجديدة اللي تم تشكيل لجنة من قبل معالي وزيرة الشؤون بالبحث في هذه الطلبات وجاري الانتهاء منها. هناك بعض الأشخاص الذين تم استكمال إجراءات تقاعدهم، ولكن لم تصدر كتب من جهات عملهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تم التواصل أيضا مع هذه الجهات ومسؤولينها، وبالفعل تم إرسال كتب للتأمينات الاجتماعية بصرف الراتب التقاعدي لهم. طبعا صرف الراتب التقاعدي راح يكون بأثر رجعي منذ تاريخ تركها للعمل. نعمل من أجل أخواننا. هناك بالفعل أشخاص لم يستطيعوا أن يستكملوا إجراءات الفحص الطبي إلى آخره. هناك كانت في معاملات قبل فترة تعطيل الجهات الحكومية تم إنجازها بالكامل فيما يتعلق في المسمى الوظيفي والدرجة إلى آخره، وهذا كل ما في أمر موضوع إخواننا المتعطلين أو اللي مسمى كويتيون بلا رواتب. عندي توضيح بس بسيط، أنا مساء قلت رقم القرار، قرار رقم 11/2017 وليس 3. شكرا. ناخذ سؤال أختنا وزارة الإعلام. وزارة الإعلام. بداية السيد طارق المثرم، في سؤال موجه لحضرتك وأيضا لسعادة بدر الحمد. السؤال موجه لك أستاذ طارق، يعني مؤشرات ارتفاع الإصابات بين المواطنين في الفترة الأخيرة كانت بسبب المخالطة، وهي يعني أثارت القلق في يعني على المستوى المحلي. لذلك في وايد كلام طلع بأن في مناطق ستدخل في مرحلة العزل المناطقي، منها منطقة سعد العبد الله، فما هو تعليمكم؟ السؤال الثاني الموجه لسعادة الوكيل، دوامات بنسبة 30% بالنسبة للموظفين في المرحلة الثانية، يعني بطبيعة عملهم أو بعض الوزارات يعني في ناس راح يداومون أكثر من ناس ثانيين، فما هو انعكاس ذلك على مفهوم العدالة من ناحية البدلات، التقييم، الإجازات؟ وشكرا. مشكور أخت مناير. بالنسبة لسؤالك اللي هو من جزئين، زيادة الإصابات بين الكويتيين وكذلك مناطق العزل، أخبار عن مناطق العزل. بالنسبة لزيادة الإصابات بين الكويتيين، هذا الكلام قاعد نكرره من بداية الأزمة. من بداية الأزمة وحنا نكرر ونقول الرسائل التالية، اتباع الإرشادات الصحية. نعم، هناك ارتفاع ما بين المواطنين في دولة الكويت، والرقم في تزايد. اليوم أعتقد 900 منهم 500 كويتيين، وبالأمس كان الرقم مرتفع، وكل يوم قاعد الرقم في ارتفاع ما بين المواطنين. هذا الأمر اللي احنا نشدد عليه ونتكلم عنه دائما في مؤتمراتنا الصحفية، في عملنا، في الالتزام بالإرشادات، التباعد الجسدي. هذا هو الأمر اللي احنا دائما نطلبه ونتكلم عنه. المرض موجود، المرض لم يختفي، العالم قاعد لا حد الآن عايش في تجربة
صعبة في إدارة هذه الأزمة، هذه الأزمة الصحية ما زالت موجودة من أول ما بدينا، وحنا نتكلم أن هذه الأزمة لا نعرف مدى عمقها، لا نعرف متى تنتهي، حتى الآن العالم لا يوجد لها حقار. فلذلك نؤكد ونقول العودة الآن للمرحلة الثانية لا يعني أن عدنا إلى الحياة الطبيعية. عنوان الانتقال ما بين المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هو الانتقال الآمن من مرحلة إلى مرحلة. فعندما ننتقل إلى المرحلة الثانية وعدم الالتزام وتتزايد هذه الأرقام، نعم قد نتخذ قرارات قاسية مثل ما بدأنا في بداية الأزمة. لما ترون الكويت في هذه الأرقام الموجودة وهذه المحافظة على النظام الصحي الموجود في الكويت بسبب إدارتنا لهذه الأزمة، هذه الأزمة الحكومة جادة من البداية مستعدة تأخذ كل القرارات للحفاظ على النظام الصحي في دولة الكويت. إدارة هذه الأزمة، عندما نرى هذه المؤشرات نزيد جرعاتنا الإعلامية والتعامل مع المواطنين. نرجوكم، نستحلفكم بالله من بداية الأزمة، الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية. قاعدين نسمع قصص من خلال المخالطات، ناس في داخل البيت لم تخرج من البيت تصاب. فهذا لازم احنا نتكلم مع نفسنا، بين عائلاتنا، بين عيالنا، بين مجتمعنا، شو اللي قاعد يصير؟ عدم الالتزام. اثنين، مناطق العزل. مرة ثانية اختنا مناير، اكد لك واكرر، اي قرار سوف يتخذ سوف نوقف على هذا البوديوم وراح نقول، وسوف نعلن من خلال هذا البوديوم أو من خلال الحسابات الرسمية للوزارات المختصة سوف نعلن. لا يوجد هناك أمور قاعد نرتبها بدون لا نعلنها. ثقوا تماما، لو كان هناك حديث اليوم في مجلس وزراء عن عزل سوف يتم اتخاذ القرار وسوف نقول، ولكن لا يوجد الآن أي حديث عن عزل أي مناطق أخرى. ولكن إذا استدعت الأرقام ورؤية الجهات الصحية والسلطات الصحية في دولة الكويت لعزل وتحول بعض المناطق لبر، نعم سوف نتخذ القرار، نعم سوف نقوم في عزل هذه المنطقة حتى نستطيع التحكم في هذه البؤرة. واستأذنكم معنا أخونا بدر، بس تفضل. شكرا أخت مناير. أخت مناير والأخوان الحضور، الدليل الإرشادات للأمانة عند إعداده حرصنا أن يكون دليل سهل ممكن يقرأ الموظف، ممكن يقرأ أي كان يستوحي الكلمات الموجودة فيه بكل سلاسة. ينقسم طبعا سؤالك تقول يعني بالنسبة للعاملين، في ناس راح تداوم في ناس ما راح تداوم، انقسم إلى أربع أقسام: في إعفاءات، في أشخاص أو موظفين ما راح يداومون وفقا لوارد في الإعفاءات، وفي تنفيذ عمل عن بعد، وفي عملية التدوير، وفي عملية الأشخاص الذين سوف يعملون باستمرار. طبعا عملية التدوير هي راح تكون حسب الجهة، مثل ديوان الخدمة المدنية سوف يعمل كل أسبوع بموظفين معينين فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية. الوظائف القيادية والإشرافية راح يكون دوامهم كامل. بالنسبة للموظفين كل مجموعة راح تداوم أسبوع كامل، هناك أشخاص راح يعملون عن بعد، هناك أشخاص معفيين، وأيضا يعني هناك موظفين سوف يعملون مع القياديين جنبا إلى جنب في كل الأيام. لن يكون هناك للأمانة ظلم لأي كان أو أي شخص. تم توضيح هذا في دليل أو في تعميم ديوان الخدمة المدنية بالإجراءات المتبعة رقم 14، وهو منشور وتقدرون تطلعون عليه. هذا بكل بساطة ما في الدليل، والدليل أيضا منشور وفي صفحات الديوان، وتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية. شكرا يا أخوان. شكرا. شكرا أبو خالد. نأخذ آخر سؤال، تفضل جريدة قبس. اسمعني بفواز. تفضل. بفواز، سؤالي: هل تدرك الحكومة أن الأزمة الاقتصادية تحولت من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية؟ وما هو رأي الحكومة في اقتراح تحسين الأعمال التي تنص على تكفلها بإيجارات المشاريع المتضررة من قرار الإغلاق 6 أشهر؟ شكرا. مشكور أخوي راشد. يعني لو نقرأ المرة الثانية قرار مجلس الوزراء اليوم سادسا،
وفي ضوء اهتمام مجلس الوزراء بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة كورونا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بمحقق الأهداف المنشودة. إذا تذكر ويانا أخوي راشد، يعني هذا قرار اليوم، تذكر وياي من فترة يمكن محافظ بنك المعالي، محافظ البنك المركزي مرتين وقف على هالبوديوم تكلم عن تصحيح الأوضاع الاقتصادية. هناك لجنة من قيادات المالية في وزارة المالية وجميع الجوانب الاقتصادية في دولة الكويت مشاركة للدعم في الجانب الاقتصادي. نعم، هناك نتائج وإفرازات وانعكاسات لهذه الأزمة على الجانب الاقتصادي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب الأمني، على الجانب الثقافي، على الجانب النفسي. نعم نعي ذلك، والحكومة مدركة من اليوم الأول اللجنة الاقتصادية على عمل. هناك تأثير كبير، ولا نركز فقط على موضوعنا أزمة صحية. نعم في الأساس هي أزمة صحية، والصلب هذا الموضوع هو أزمة صحية، وأزمة صحية نتجت عنها أزمات أخرى، ونعي ونعرف ذلك في مجلس الوزراء. والحكومة جادة في هذا العمل، وتوجيهات سمو الرئيس دائما في جلسات مجلس الوزراء الاهتمام في الجانب الاقتصادي وجميع الجوانب الأخرى. لا ننسى أن هناك تأثير في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأمني، ولكن في النهاية هي معالجة جميع الجوانب وإدارة هذه الأزمة. من المهم أن نعرف ونعي نعيش في أزمة العالم كله قاعد يعاني منها. لا يوجد دولة في العالم لا تعاني من هذه الأزمة. في دول عانت شدة من هذه الأزمة، سواء على الجانب الصحي، الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي. عدد العاطلين عن العمل نسمعها بالملايين في عديد من الدول. في دول الآن تحاول إعادة الجانب الصحي لتتمكن. فلذلك نجاح هذه الحكومة من بداية الأزمة، من اتخاذ قراراتها وتدرج في اتخاذ قراراتها، وحتى الآن قد ينتقد البعض عدم التأخر. نحن ندير أزمة كبيرة، أزمة عميقة، أزمة العالم كل العالم الآن يتعامل معها بطريقة مختلفة. عندما سألني زميلنا مساء قال لي هل احنا فتحنا عشان دول اخرى فتحت؟ لا، نحن نفتح بناء على قراراتنا وبناء على دراساتنا ودراسات الوضع الصحي. وبكل تأكيد الجانب الاقتصادي ضمن صلب اهتمام ودعم مجلس الوزراء، وتم اتخاذ عديد من القرارات وعديد من الدراسات، وهناك فرق تعمل على هذا الموضوع. وبالتالي ودي اذكركم على اساس انتقالنا الان الى المرحلة الثانية، وهناك لها اشتراطات في هذه المرحلة مع بدايتها ودخولها. أود أؤكد لكم أن مركز التواصل الحكومي سوف ينشر اليوم وغدا العديد من هذه الاشتراطات، ورح يبسطها لكم في طريقة تغريداته وطريقة الانستغرام. وكذلك من الأمور اللي تمكنت الحكومة، ونشكر جهاز تكنولوجيا المعلومات في عمله، الويب سايت كورونا، ويب سايت مال الكويت، العديد الآن حتى في العالم قاعد يتابعه، أنه راح ينشر على جميع هذه القرارات. ونتمنى للجميع أن يطلع على هذه القرارات، لأن المرحلة الجديدة هي مرحلة جديدة. مرة ثانية أؤكد، لم نعود إلى مرحلة طبيعية. هناك اشتراطات، وهناك قيادة، وهناك أمور لازم نتخذ تدابير بشأنها. وتم خلق لجنة عليا لمتابعة هذه الاشتراطات، حتى للقطاعات اللي راح تفتح. هناك لجنة سوف تتابع هذه الاشتراطات، وسوف تقوم بالكشف على هذه الجهات التي سوف تعيد فتح عملها. نشكركم مرة ثانية، واسمحوا لنا أخرناكم اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في مؤتمر قادم. ألف شكر للجميع.